يوم من الأيام طلعت الهاتف ونظرت، فإذا واحد من أصدقائك صار لفترة طويلة ما يتصل بك. قلت ما شاء الله هذا فلان، يا مرحبا، كيف صحتك، عساك بخير، وجلس يكلمك لمدة 5 دقائق ترحيب واشتياق. في آخر مكالمة قال لك يا أخي أنا أذكر عندك أخو يشتغل في المستشفى الفلاني. قلت والله، قال بالله يا أخي نحتاج بس موضوع في المستشفى يخلص لنا إياه واسطة. تقول في نفسك أجل كل هالمكالمة عشان المصلحة، على مو إن شاء الله خلص لك الموضوع وينتهي. ثم ينساك 8 شهور ويتصل بك يوم الأيام، أوه ما شاء الله فلان حياك الله كيف الحال، ويظل يرحب بك 4 ولا 5 دقائق ثم يقول لك بالله في واحد من إخوانك يشتغل في الشرطة الفلانية. تقول اي والله لا ما هو اخوي، ابن عمي. يقول اي والله ابن عمك الاسم يشبه. بالله يا اخي في موضوع لواحد من الموظفين عندنا نبغى نخلصه في الشرطه. بالله عليك هذا الذي لا يتصل بك في العيد يهنئك، ولا يتصل بك لما مات ابوك يعزيك، ولا يتصل بك لما ابنك دخل المستشفى وصار له حادث ويصبرك، ما يتصل بك الا عند الحاجه. هل يستحق ترد عليه المره الثالثه والرابعه؟ خلاص ايش رايكم؟ لا يستحق تحطه على... لا تدري شو تسوي، مش تحطه على الصامت، تخزن اسمه باسم لا تعطي ذليل لا يعني تحطه في القائمة السوداء خلاص هذا ما يرد عليه. احنا مشكلتنا احيانا صراحة في تعاملنا مع ربنا نتعامل هالتعامل، ما نتصل بالله اللي عند الحاجة. تجد الواحد مرض ولده، اللهم اللهم، عليه دين واتصل ذا قال سددني بسرعة، قال اللهم اللهم، قدم على وظيفة ويريدها قال الله، خطب فتاة اللهم، يريد يشتري سيارة اشترى سيارة اللهم. لكن ما دام انه طيب ما في للعافية ما زين يا شيخ بماذا يدعو يعني؟ واذا احتاج تذكر فتذكر صفة. اعطيك الحين عبد الرحمن اعطيك مثال يمكن تضحك عليه. تجد الواحد احيانا يدخل المسجد ويجد الناس بين ذا والإقامة جالسين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء بين ذا والإقامة. دخلت، افرض انك واحد منا مثلا دخل وصلى تحية المسجد ثم التفت الذي بجانبه فاذا هو رافع يده اللهم اشفي ولد المريض اللهم اشفي، فقال صاحبنا في نفسه فعلا هذا ابو احمد ولده همس صار له حادث وفعلا مريض الله يشفيه يا رب والله مسكين. التفت يساره فاذا جنبه جاره ابو خالد يقول اللهم سهل ولادتها اللهم سهل ولادتها، فقال صاحبنا في نفسه هذا ابو خالد فعلا زوجتي قالت لي انه ذهب بزوجته الصبح تلد والظهر نتعسرت الله يعافيه يا اخي وسبحان الله فعلا زوجته مسكينه دائم تتعب. ثم تجد صاحبنا رفع يده الحمد لله انا كل شيء موجود، البيت عندي بيت، سياره عندي سياره، والعيال طيبين العيال طيبين هم العيال طيبين هم العيال ما فيها الا العافيه، فلوس عندي فلوس، راتبي ماشي، ديون ما في ديون، وظيفة ماشية وظيفتي، كل شيء متوفر، كل شيء، فلوس عندي فلوس، راتبي ماشي، ديون ما في ديون، وظيفة ماشية وظيفتي، كل شيء متوفر، كل شيء، أشكرك يا ربي. مش هذا حال بعض الناس، ما احتاج دعاء، عطني مصحف بالله يقرا لي ايتين. يعني لازم رب العالمين يجيبك في المصيبه حتى تدعو؟ وهذا اللي يسال عبد الرحمن يقول ايش ندعو يا اخي ما دام ما في شيء ندعو بماذا؟ اعطيكم مثال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. رفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه يوما قال اللهم اني ايش؟ ايش في ولدي المريض؟ ما في كلهم. اللهم اقضي ديني، طيب ما في دين. انصر المسلمين، ما هم منتصرين. أصلح نسائي، ما هم أمهات المؤمنين فوق رأسنا. تدري ماذا قال؟ قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أنت عندك نعمة بصر وسمع وقوة، في ناس ترى فقدوا أبصارهم في لمحة عين. في زرت مرة واحد مستشفى عنده شلل رباعي، أسأله أقول صار لك حادث شلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه، قال والله يا شيخ أنا نازل من الدرج وانزلقت رجلي وضربت إحدى الدرجات في فقرة من فقرات الظهر وصلت الشلال الرباعي. زوال نعمتك، فجأة كان يمشي وبعدين أقعد. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. مصيبة كذا فجأة تأتيك. وأحيانا ترى سبحان الله بعض الناس تأتي مصيبة ما حسب لها حساب. مرة من المرات كان عندي محاضرة في إحدى المدن وقال لي واحد من الشباب هنا قال يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان، احد الدكاتره يدرس في الجامعه هناك. قلت ليش؟ انا ما اعرفه. قال لا ودنا ان نعزيه. ظننت نعزيه في امه توفيت ولا في ابيه او في يعني احد ابنائه. قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ الدكتور فلان
عنده عمره 55 سنة، زوجته وأولاده يعني عنده 11 ما بين أولاد وبنات وزوجته رقم 12. يقول في يوم من الأيام عندهم عرس في مدينة قريبة منهم تبعد قرابة 400 كيلو، فابنه الكبير عمره 25 سنة تقريبا أخذ العائلة كلها الأم وأخوانه العشرة وهو رقم 11 وذهب بهم لحضور ذلك العرس. الأب بقي في بيته لأن عنده بعض الأشغال متعلقة بالجامعة، وهم راجعين من تلك المدينة من العرس أصابهم حادث وماتوا كلهم. شوف المصيبة دي، عمره 55 سنة، بالله لو أنك مكانها، ولد عمره 25، بنت عمرها 22 أو 23 كانت عاقدة نكاحها بتتزوج، أصغرهم خلود عمرها سنة ونصف، ماتوا كلهم. صلى عليهم في المسجد 12 أمامه ملفوفين، رجل متلخبط، نزلهم في قبورهم، يدخل بيته يجد السرير متلخبط لأن أم خالد اللي كانت ترتب السرير ماتت. السرير هذا حطته صار له يومين. ينزل الصالة يجد مجموعة ألعاب صار لها يومين ما تحركت لأن أحمد ومحمد اللي كانوا يلعبون بها ماتوا. يطلع إلى فناء منزله إلى الحوش يجد الدراجة السيكل الصغير واقع على الأرض، صار له يومين على الحال لأن خلود اللي كانت تلعبها ماتت. فجاءة نقمتك، واحد يطلع من بيته يرجع يجد البيت محترق على أولاده، يطلع يجد سيارته مسروقة، يصل للعمل يجده مفصول، وفجاءة نقمتك. سبحان الله، يقول أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، ثم يقول وتحول عافيتك، أعوذ بك أن العافية اللي أعطيتني تتحول إلى غيري، ثم قال وجميع سخطك. شوف الدعاء كيف جميل. نحن مشكلتنا ما ندعو الله إلا اشفي مريضي، نجحني في دراستي، اقضي ديني، ما أدري إيش، وإذا دعونا اغفر لي وارحمني تجد أنه دعاء هكذا بس من غير حضور قلب، لكن ما يحضر القلب أحيانا إلا إذا جاءت مصيبة. شوف الدعاء الثاني كيف كان يدعو عليه الصلاة والسلام، رفع يديه يوما قال اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، وأعوذ بك ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء يعني طرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شوف الدعاء كيف جميل. شوف يا جماعة، ترى الذي يدعو في حال السراء وفي حال النعمة يستجيب الله تعالى له في المصائب. شوف لما ذكر الله تعالى الأنبياء قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، بعدين قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، ولما ذكر يونس قال وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال الله فاستجبنا له. طيب ليش استجاب لهم؟ اسمع السبب في الآية التي بعدها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا متى؟ رغبا ورهبا. في حال الرغبة والنعمة يدعو، وفي حال الرهبة والمصيبة يدعو. شفت الفرق بيننا؟ في حال الرغبة والنعمة والرخاء وأولاده طيبين كلهم يدعو، وفي حال المصيبة أيضا والبلاء يدعو، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا حريصين معظمين لأمر صلاته. المسألة الأخيرة الرابعة، وجيد أنك فتحت الباب عيسى، المسألة الرابعة لعلي أختم بها، لا تستعجل إجابة دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. واحد تقول له ليش ما تدعو لولدك؟ يقول الله صار لي شهر أدعو ولا استجاب الله لي، يظن ما في فائدة في الدعاء. وانت تريد تدعو والله تعالى ليس أنت الذي تحدد متى يستجيب الله، هو جل جلاله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. موسى عليه السلام دعا على فرعون، والذي يؤمن هارون، لاحظ موسى يدعو وهارون يؤمن، يعني نبي يدعو ونبي يقول آمين، إيش أعظم من هالدعاء؟ رفع يده قال
ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم بدأ يدعو قال ربنا اطمس على أموالهم قال هارون آمين واشدد على قلوبهم قال هارون آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال هارون آمين. قال الله قد أجيبت دعوتكما. يدعو الآن فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري. أنواع الإجرام عند فرعون. تدرون متى استجاب الله الدعاء؟ متى نزلت الإجابة فعلا ورأى موسى هلاك فرعون؟ بعد 40 سنة. ليش؟ ما هو بشغلك ليش. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. يمكن خلال هال40 سنة في ناس من قوم فرعون دخلوا في الإسلام، يمكن أن الله تعالى أراد أن يبتلي قوم موسى، ما تدري. أهم شيء أن الله تعالى سيستجيب، لكن لا تستعجل إجابة